اشتكى سكان أحد الأحياء في منطقة جبل النزهة بالعاصمة عمان من الشارع المار بالحي، وبالتحديد الجزء المحاذي لمدرسة أبي ذر الغفاري للبنين والمسمى بنزول الصناعة، حيث يعاني هذا الجزء من الشارع والذي يقارب طوله 150 مترا من تردي البنية التحتية فيه، بحيث يحتاج لتعبيد كون الشارع مهترئ، بالإضافة لوضع شواخص مرورية، ويفتقد أيضا لمقومات السلامة المرورية. والله هذا الشارع احنا طلبنا فيه كثير، وكثير شباب من عندنا من الخط حاولوا يتصلوا مع الأمان ومع الأشغال مشان عملية تثبيت الطريق، لأنه بالثلج وبالجليد ما بنقدر نطلع هذا الطلع بالمرة، ما بنقدر نطلع طلوع هذا بالمرة، فلذلك عندنا هنا هاي بعد مرار طويل لغاية ما زفتوا لنا اياها النت في هاي، ومع الزاوية هناك اللي على اللي عند المنهل هناك على الزاوية، لأنه هي كوربة مخفية. احنا طلبنا الأمانة أكثر من مرة، ويا حياة اللي من تنادي، هاي المنطقة منطقة يعني بقول لك كثيرة حوادث، وطلعوا عليها مهندسين، ويا حياة اللي من تنادي، بقول لك هاي ما في إلها صيانة. طب إيش ما إلها صيانة؟ طب هذه منطقة سكنية، أطفال، حجاج، نساء، منطقة يعني زي ما أنت شايف مدارس. نعم. يعني بيجي بس شغل ترقيع، رجعنا منطقة بسمان، رجعنا منطقة المدينة، يا حياة اللي من تنادي. هذا الشارع مقابل مدرسة أبو ذر، منطقة النزهة، بسمون نزول الصناعة. نعم. تمام، هذا يحصل أرواح كثيرة يوميا وحوادث، علما أنه الشارع على منعطف ولا في عاكسات ولا في مطبات ولا في، وحتى طلع الشارع كيف كله مكسر، كسر السيارات. أنا معي السيارة هاي بدي كل أسبوع أسبوعين اللي هي كفة بيضة جلدة بسلاش، يعني تطلع هذا لا يصلح. حتى باص، شوف باص كبير يعني ما بيمشي عليه، يعني المفروض مثلا بدل ما يحفروه زي هيك يحطوا له مثلا مثلثات، قف انتبه كذا، يعني دي شواخص مرورية. سكان الحي قالوا إن هذا الجزء من الشارع المجاور لحيهم أصبح مصيدة لوقوع العديد من حوادث الدهس والحوادث المرورية المستمرة على هذا الطريق، مطالبين الجهة المعنية بإعادة تأهيله على وجه السرعة. تقريبا في حوالي من 100 ل 150 متر هي اخطر منطقه عندنا هون في النزهه. نعم. وبعدين هون بتلاقي لك اياها خاصه الصباح في ازمه خانقه جدا هون على هو مدرسه ابو ذر الغفاري هون فوق عندك. نعم. بكون في عندك ازمه خانقه جدا هون في الشارع هذا بعد الطلوع هذا. نعم. كما ترى انه في هون بتصير حوادث، وكمان. نعم. مرات السيارات بتفوت على البيوت كمان مرات. نعم. بتصير زحليق كثير هون، أو طلاب لما ينزلوا من هنا في طلاب تتكسر رجليهم يعني. وهيئة زي ما أنت شايف يعني هذا البيت أكثر من مرة اللي قدامك صار عليه حوادث، وهيئة أصحاب البيت حطوا براميل زي حاجز، طب مش هذا حرام؟ بالرغم من إعداد قناة الحقيقة الدولية التقرير الثاني حول مشاكل هذه المنطقة، لا زالت تراوح مكانها خاصة على هذا الشارع الرئيسي الذي لا زال يحصد أرواح الأبرياء باستمرار دون تحرك يذكر من قبل الجهات المعنية. من منطقة النزهة بالعاصمة عمان، محمد الفايز، الحقيقة الدولية.